الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطرة، من قلب مدينه القنيطرة. كما تشاهدون معنا متابعين الملايين اللي حاضره في هذه اللحظات ديال ساكن القنيطرة، من ساكن القنيطرة هو النواحي القنيطرية كما كتشاهدوا معنا. مبروك علينا والف الف الف مبروك علينا. هذه البدايه كما كيقولوا مازال ان شاء الله، الحمد لله. حنا الان كما كتابعوا معنا متابعين ومتابعات قناه الشعب، قناه شوف تيفي، تبارك الله عليه. مبروك علينا اكيد طبعا لحنان. مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي كيتابعونا من جميع انحاء العالم. مبروك والف مبروك. كما كتشاهدوا معنا الالاف بل تقريبا 1.5 مليون اللي كيتواجدوا هذه اللحظات متابعين في هذه اللحظات الفوز كما كتشاهدوا حفل هستيريا الساكنه عايشه واحد الاجواء رائعه كما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي في هذه اللحظات. اجواء رائعه جدا كما كتشاهدوا. مبروك علينا والف مبروك، الحمد لله. اللهم لك الحمد ربي، ما خيبناش. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد صراحه. في هذه اللحظات الكلام ديالي عز على الكلام اللي كيوصلني نعبر بهذه الفرحه الهستيريه اللي كما كتشاهدوا. مازال كيجيو الجمهور من جميع جميع النواحي ديال مدينه القنيطرة كما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. دابا في هذه اللحظات الكبير والصغير فرحان بهذا النصر وهذا الانتصار اللي تحققوا الاسود الاطلس. اللهم لك الحمد، مبروك الف مبروك. اذا كما كتابعوا معنا متابعين مباشر من مدينه القنيطرة. لنا شوفوا تبارك الله الشارع محمد الخامس من الاول ديالو حتى الاخر ديالو كما كتلاحظوا معنا. هانتوما من عامر كذلك الشارع محمد الدوري كما كتلاحظوا معنا كذلك من الاول حتى الاخر ديالو. كذلك كتلاحظوا احد السطوح اللي كتواجد جميع الشباب تحكم الان كيقوموا بالصور التذكاريه في هذه اللحظات كما كتلاحظوا معنا. إذا فرحة هستيرية. مبروك على الشعب المغربي من طنجة للجويرة وجميع الجالية المغربية مقيمة بالخارج، جميع الديارات كما كتشاهدوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. فرحة هستيرية شنو نقول لكم. الحمد لله. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب. كما كنا مساعدين الحمد لله كنا مساعدينه ولكن اللهم لك الحمد ما خيبناش، اللهم لك الحمد ما خيبناش ربي. كما كتشاهدوا معنا دائما معكم متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي. غادي نشوفوا معكم شوارع أخرى. إذا حنا في أحد السطوح غادي نشوفوا معكم أماكن أخرى كيفما كتبوا معنا متابعين قناة شوف تيفي دائما معكم على المباشر. إذا مبروك علينا وألف مبروك. إذا كيفما كتبوا معنا هانتوما الشوارع مملوءة إلى الآخر، إذا من الأول ديالو حتى الآخر ديالو. هذا محمد الديوري. إذا كيفما كتلاحظوا معنا كل فرحان الآن في هذه الفرحة الهستيرية اللي الحمد لله. كان تخوف طبعا، كان تخوف، لكن الحمد لله الناصر اكيد تبارك الله. وشكرا شكرا شكرا جزيل الشكر للوليد وكذلك العاب كامل من الاول حتى الاخر تبارك الله عليكم. وكنشكركم المغاربه كاملين تبارك الله. لعب رائع، لعب الحمد لله، اللهم لك الحمد. وكنشكركم التشكيله ديال الوليد، تشكيله رائعه، تشكيله كنقول لكم لا اله الا الله. كنشكركم جزيل الشكر. كما كتشاهدوا هذه اللحظات اخذ صور تذكاريه للمعد الشباب اللي كيتواجدوا الان في هذه اللحظات. اذا كما كتلاحظوا معنا متابعين ايضا ناس كبار وصغار حصلوا لهذه اللحظات. سمعتوا لنا مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شو كتقولي في هذه الفرحه وانت دابا اليوم كتلايف؟ انا بزاف 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 ما عندي ما نقول. ياك لاله؟ انا بزاف. اللهم لك الحمد، الحمد لله. كنتي منتظره ان شاء الله هذا؟ والله الا كنت منتظره. دابا شنو كنتظروا؟ حاجه وحده كنتظروها شنو؟ الكاس ياك؟ ان شاء الله لما لا؟ ان شاء الله يكون هذه المره كاس المغرب ان شاء الله. مغربي ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله كاس المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. يا ربي كنتمناو، يا ربي وهذا النهار هذا كنتمناو باذن الله سبحانه وتعالى ان الكاس يكون المغرب ان شاء الله. هذا هو الحلم ديالنا وحلم المغاربه كامل من طنجه للكويره. اذا كيفما كتابوا معنا متابعين الافاضل شنو نقول لكم اليوم شيء رائع. اذا اليوم حفل وعيد والله الا كنت واحد احد المحلات وكنشوف الدراري الصغار لابسين واحد الجي واحد الازياء عفوا ف كنحسيت اليوم عيد شخصيا. والله الا كنت كنقولها كنقول اليوم العيد الحمد لله. اللهم لك الحمد، الف الف مبروك والحمد لله. اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكره. كيفما كتساعدوا حنا في احد السطوح المغربيه السلطه ديال اللي كتشاهد مدينه القنيطره كما كتلاحظوا مدينه القنيطره احسن سلطه في مدينه القنيطره عفوا. فكنشوفوا احد الصور تذكاريه في هذه اللحظات متابعين الافاضل. كما كتشاهدوا الف مبروك، الكل كيقول الف مبروك، الف مبروك علينا الحمد لله. الف جميع المغاربه من طنجه للبويره المغاربه كاملين كنقول لهم الف مبروك الف مبروك. إذا أنتم كتشاهدوا معنا متابعين أخذ صور تذكارية في هذه اللحظات. قول لنا شنو كانت التعبير ديالك في هذه اللحظات والشعور ديالك في هذه اللحظات؟ واه راه دحين أصاحبي راه مشي راه الساعة راه ما يمكنش راه ما يمكنش. إذا كما كتشاهدوا كل الفرحة الحمد لله، أجواء رائعة كيف ما كتلاحظوا اللهم لك الحمد. إذا كيف ما كتتابعوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب الحمد لله كاملين فرحانين. إذا كيف ما كتشاهدوا انتما كبير صغير فرحان الحمد لله بهذا الانتصار اليوم. ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. اذا كيف ما كتلاحظوا مرحبا مرحبا. اذا مرحبا كتسالوا. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب بعض الناس كيما إذن في اللحظات متابعين الأفاضل متابعين قناة. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب دائما معكم دائما من قلب الحدث. كيف ما كتلاحظوا معنا إذن معنا مجموعة ديال الشباب اللي باغيين ياخذوا كلمة في هذه اللحظات. مرحبا كنشوفكم انكم الحمد لله في هذه اللحظات فرحانين الحمد لله. شرفونا وفرحونا الحمد لله ربي نصرنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. مغرب ديما ديما مغرب اللهم لك اللهم لك. غيزيدوا يمشيو ان شاء الله زيد مروان اكيد. دابا شنو كنتظروا واخا واحد الحاجه شنو كنتظروا دابا الحمد لله شنو كنتظروا دابا دابا كاس العالم اكيد طبعا الحمد لله بغينا في المغرب ان شاء الله لما لا ان شاء الله لما لا باذن الله سبحانه وتعالى. اذا كما كتشاهدوا فوق اذا شكرا لكم بارك الله فيكم اكيد طبعا اكيد طبعا. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب من قلب الحدث من قلب مدينه القنيطره قلب النابلس. اذا كما كتشاهدوا معنا ديما مغرب الحمد لله كل فرحان اليوم. اذا كما كتشاهدوا معنا اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا. تحيه لك انتيا. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الكل فرحان ديما مغرب ديما مغرب طبعا ديما مغرب الحمد لله من طنجه للقويره والصحراء صحراء مغربيه الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. كما كتشاهدوا معنا متابعين هانتوما كما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كما كتتابعوا اذا كما كتلاحظوا معنا هانتوما كما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل الحمد لله اللهم لك الحمد. اخذ صور تذكاريه في هذه اللحظات في العماره ولا مازال الساكنه كتخرج من المقاهي وكتشوفوا كما كتشاهدوا معنا. اذا كما كتلاحظوا ألف مبروك طبعا ألف مبروك لنا الحمد لله ألف مبروك لنا الحمد لله اللهم لك الحمد نحمد الله ونشكروه بعد هذا الانتصار. صراحة ما كنتش الكلام لقيت الفرحة الحمد لله عارمة لأنه أكيد طبعا في هذه اللحظات اللي كتشوف هذا الجمهور الكريم وهذه الساكنة القنيطرية كاملة من كبيرها لصغيرها كلهم كانوا كينتصروا كلهم كيطلبوا كيقولوا يا رب الحمد لله. ولكن الحمد لله تحققت الأمور. السلام عليكم. أي شعور ديالك في هذه اللحظات؟ شوفوا الاجواء القنيطريه هذيك نعم الحمد لله نقص الفرحه وحده هي كتطلع للديزيام سيري ما كانش كلشي اللي تاب تحول هذا الفريق ولا المدينه كامله تحول هذا الفريق خصوصا دابا حلال ملي دارت بيع التذاكر باش يعاونوا الفريق حيت كان مرض ازمه خانقه وكيمر بحال ازمه خانقه وحيت المشكله حيت كانت الدنيا تحل الكار وما كان حتى شي واحد في القنيطره الناس حتى واحد ما عاونهم واخا غادي هذا الموضوع اكيد طبعا الجمهور القنيطري دائما الحمد لله متضامن دائما الحمد لله كنلاحظوا هذه المساله هذه، وهذه بالمناسبه كنتمناو الشفاء العاجل للاعبه ديال القنيطره اكيد طبعا. شكرا لك، بارك الله فيك. اذا كيفما كتابعوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، الف مبروك علينا الحمد لله كاملين الحمد لله، مبروك الف مبروك علينا. اذا كيفما كتلاحظوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اذا ها انتم شارع مدينه القنيطره بالضبط حيت كتواجد شارع محمد الديوري من الاول ديالو حتى الاخر ديالو كيفما كتلاحظوا. اذا كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي الشعب من الاول ديالو مملوء بالساكنه القنيطره والنواحي ديال الساكنه القنيطره. معنا احد الشباب في هذه اللحظات اللي حتى هما فرحانين بهذا سميتو باغيين نقولوا كلمه. مرحبا مرحبا بك معنا. حنا كنموتوا على الدراب وهذا اكيد طبعا. راه شكون شكون كنموتوا على الدراب الحمد لله، ديما خضراء وديما حلاله بوش اكيد طبعا اكيد طبعا الحمد لله. ان شاء الله في السير ان شاء الله اكيد طبعا باذن الله باذن الله ان شاء الله ديما مغرب ان شاء الله بحول الله. وان شاء الله كنتفائلوا دابا بقات صحه وحده اللي كنقولها هي ديال الكاس ان شاء الله، كاس مغربي باذن الله سبحانه وتعالى. يا ربي يا ربي يا ربي كاس مغربي ان شاء الله يا ربي يا ربي. لما لا يتحقق الحلم ديالنا، لما لا توحشنا هاد صراحه توحشنا هاد الكاس اللي يكون في المغرب. لما لا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يا ربي كنتمناو وهذا النهار هذا السعيد كنتمناو يا ربي يكون الكاس في المغرب يا ربي. لما لا صراحه كنهضر معكم بعد لحظه كنهضر معكم والدموع ديال الفرح كتصب من عينيا صراحه، لان صراحه نقول لكم كتشوفوا هذه الفرحه العارمه اللي كاينه عند الساكنه القنيطره والجمهور المغربي بصفه عامه من منطقه الكويره طبعا الجميع منذ فهاد اللحظات فرحان الحمد لله بهذا الانتصار. اللهم لك الحمد، نحمد الله ونشكره اللهم لك الحمد. اذا كما كتلاحظوا معنا كيفما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي الشعب دائما معكم على المباشر من قلب الحدث مدينه القنيطره. كيفما كتشاهدوا معنا اللهم بارك ساكنه حاده بقوه من ساكنه القنيطره ومن النواحي ديالها. كيفما كتشاهدوا معنا الحمد لله انتوما الحمد لله. إذا متابعين أفاضل ومتابعات قناة شوف تيفي الشعب دائما معكم من قلب الحدث، فرحة عارمة كبير صغير الحمد لله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله على هذا الانتصار. كنتمنى كل من واحد منكم اللي كيتواجد كنتمنى من كل واحد انه يبارطاجي يعني تستحق البارطاجه. معنا احد الشباب اللي باغي يتكلم في هذه اللحظات، مرحبا بك معنا. كنهديو الشكر ديال المدرب ديالنا وليد الركاكي اللي بالفضل ديالو اكيد طبعا اكيد طبعا الشكر اللي خاص وليد الركاكي يستحق شكر خاص. هذا اللعب هذا المستوى ديال اللعب وما كانش هو كاع ما وصل اكيد طبعا. ان شاء الله الكاس ديالنا ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله كنشكروا اللعابه ديالنا اكيد من الاول حتى الاخر اكيد. السنه المباراه كيف كانت شويه صعيبه ولكن الحمد لله كانت صعيبه ولكن تقاتلنا وبالفضل ديال الخطه ديال الوالد الركراكي قدرنا نفوز عليهم اكيد طبعا الحمد لله. شكرا الحمد لله. اذا كيفما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي هذا شوفوا واحد مكان اخر من هذا المكان من هذا السطح. اذا كيفما كتابعوا معنا كيفما كتشاهدوا معنا انتما اذا كيفما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه الشعب هاد اللحظات انتما الان شارع محمد الخامس انتما اجواء رائعه. كيفما كلشي بارطاجي كيفما كلشي بارطاجي لأننا كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل معنا احد العائلات اللي كتواجدوا في هذه اللحظات. حنا دائما معكم دائما على المباشر، مرحبا بكم معنا في هذا ودرناها كيفما كتشوفوا. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا، الله يحفظكم. مبروك هذا والله العظيم. مرحبا، شنو الشعور ديالك في هذه اللحظات؟ صراحه الاجواء اللي هي ربانيه مع الناس هذه، كلشي حاس بهم انهم غادي يربحوا، وكانت الاجواء اللي هي زوينه الحمد لله. صغار كيتفرجوا ديما مغرب ديما مغرب، اكيد طبعا ديما مغرب اكيد طبعا. ها كيفما كتشاهدوا معنا درناها كيفما كتشاهدوا معنا مجموعه ديال الشباب في هذا المكان هذا الجميل، فغادي نمشيو مع احد الشباب اللي غيتكلم حتى هو. مرحبا بك سيدي. تاريخي هذا المنتخب المغربي، انجاز غير مسبوق باش نصدقوا من فينال ديال كاس العالم، شي حاجه اول فريق عربي افريقي وشي قدام تبارك الله. اكيد كنشوفوا هذا الجمهور القنيطري حاضر بقوه، ولا المغربي كامل حاضرين، الكل حاضر كيفما كتشاهدوا معنا متابعين من الاول حتى الحين ديال التلفزيون. لان كيفما دائما كتشاهدوا معنا متابعين الاخوه، دائما معكم معنا مباشر من مدينه القنيطره قلب الحدث. اذا مبروك الف الف مبروك هنا، مبروك للمغاربه كاملين من طنجه للبويره. اذا كيفما دائما شعور، شنو نقول لكم، واحد فرحه، واحد الشعور ما تتصوروش كي داير في هاد اللحظات، ما تتصوروش واحد الشعور كي داير رائع. عندنا كيفما كتلاحظوا متابعين الافاضل لأنها كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي هاد اللحظات صحائف. لأنها كيفما كتلاحظوا أجواء أكثر من رائعة متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، دائما من قلب الحدث معكم. تحية طبعا ان شاء الله اكيد. انا في الشارع ما كنبقاش من الاول ديالو حتى والله خارج سبحان الله. اللهم بارك الجمهور كيفما كتلاحظوا معنا والساكن القنيطرة والنواحي ديالها حاضرين بقوة. كيفما كتلاحظوا دائما معنا، دائما معكم على المباشر متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، من قلب الحدث من قلب مدينة القنيطرة من قلب النابض كما كتلاحظوا عاصمة الغرب. مازال معكم مواصلين متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي غنشوفوا معكم بعض أماكن. شكرا. إذا كيفما دائما كتلاحظوا شوفوا الجمهور. إذا كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي دائما معكم على المباشر من قلب مدينة القنيطرة قلب النابض عاصمة الغرب.